بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات لباتا يشن إلى آيات صدا يتضبع وسورة المائدة نبي الله موسى عليه السلام يقول لي وكل شيء بعيسائي waxay dhahayaan anagu magaalada dad jabaabiir ah dago oo ya ku jiro magaleyno ilaahay ka baxaan day ka baxaan waan galeynaa qaal rajulani laba nin baa wax yiraahdeen oo min alladina kuu kamida yakhafuna alla ka baqay kufa kuwaas oo amallahu alayhima alla u nicmeeyay islaanima ugu nicmeeyay yushaa bin nun iyo kalib bin qaniya udkhulu wargalayeen gala alayhim tuswada albaabka uga gala إذا دخلتموه مركز الباب كجشان فإنكم غالبون إذا كأت كان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا حري يا موسى موسى قوان كيف بكينا مركي وروي مربيري لن ندخلها قلي مينينا أبدا ولا غير ما داموا أنت الدائم سين في هذا الحدان فذهب تج أنت عديك وربك فقاتل أدق علما إن أنا وهابنا هل كنا نقاعدون فدينا قال موسى وحولي ربي فبقى يوم إني أنا أقول الله أملكه ما حكمه إلا نفسي نفتي إذا مي يا أخي ولا الكي هارون مي ففرقنا كلا حكم بيننا وبين القوم أنا يقوم كي الفاسقين الفاسقين تها الله نكال حكم بود مركي كأمر دينين وين الدجال كي قال الدينين يو اللي هي سبر يوحول إله أني ولا الكي هارون مي يعني حكم كالعد كلون الحكومة مثل واللي كأمر دينين نكال حكم النوع كلا تل قال حول الرب الرب غيوم إني أنا والله أملكه ما حكمه ما هنته ما هنكره إلا نفسي نفتي إذا موي يو أخي ولا الكي مويان ففرق كلا حكم نكلا سار ويجراء بيننا وبين القوم أنا يقوم كي أنا يقوم كي فاسقين تها قال وحي لي الله وجه جواب النبي موسى الدعاء سواه علي فإنها أرضا قال لليها بيت القدس محرمة حرام بكتي عليهم دشوا دخولها قلديد واقع عرام 40 سنة أفرت سنة يتيهون ويوريريا ويتيه وريري في الأرض دول كيساء ورويقيا فلا تأسها أمرقون على القوم قوم كالفاسقين أفاسقين تها ولدي انتي أبر ديدين وجهاد كي ديدين أفرت سنة ورير كاللغوه دي وحبه هو البهار بالي مركو حلالي هي إن أبدنين دول أبدنين بيد مير ميرين وماشي ما تكبحان ba iyago maalinta dambe iyago joogo maysarka yaan baale marka mucjisad badan bay intay tiiha ku jireen arkeeno almann wa salwa malabki iyo malabki iyo hilibki iyo dhagaxii inta lagu dhufto biyaha soo burqanay iyo daruurti dushooda saaray mucjisad fara badan bay arkeen 40 sano saasi u wareegay marka 40 sano dhexdooda ya nabi ilaah muusa ya nabi ilaah haaruun labaduba tiiha intay ku jireen bay dhinteen qaal wuxuu rabbi rabbiga yow inni anigu laa amliku ma hanto ma xukumo ila nafsi naftayda wa akhi walaalkay mooyi fafruq kala xukun baynana wa bayna qawmi faasiqin anagii qolada faasiqiinta dhexdayada kala xukun qaal alla wuxuu rifa innaha ardadan lagu kari la yahay gali la yahay muharramatun haram bay ka tahay alayhim dukhulaha gali daadin haram bay ka tahay 40 سنة أفرت سنة يتيهون ويوريري ويوريري سنة ويوريري في الأرض دول كدحديث فلا تاسها أمرقون على القوم القوم كالفاسقين الفاسقين تاها مركا يوشع بها النبي اللي قد قد مكي كي سنة ربا يوشع بها النبي اللي قد قد استقاه قامي بقال دي يده دي برق ديدين وصد الفريستي سهن وقدري saankii warfiican buu uga keenay isagoo inuu qabsaday taybay qoraxdi oo sii dhicbu arkay wuxuu qorax yahay aniga waa la amray inaan jihado adna waa lagu amray meesha hadaf ilaahay wuu joojiyay intii magaaladii ka furanay wax hadii sax ah weey walu watlu aqribale qisa kale alayhim dadka kudul aqri oo yahuuddu kamid tahay naba abnay aadama aadam labadiisi wiil warkoodi بالحق حق فن وغض الأغذبون إذ وقت قرباء قربانيين
قربان وقربان صدقة يعني فتقبل وحلق أقبلي من أحد إمامته وهابيل باليده ولم يتقبل لك ما أقبل من الآخر كي كله قال كي لك أقبلي ويحود مرة ذات سيدان يقفض بناتي لا أقتلنك وأمكدلي قال وحود إنما يتقبل الله إلهي وكا أقبلا من المتقين كوا إساقا كبقا يوكا أقبلا محادي قدلي ما أنا وحبيي وها قصوا حالينا النبي الله آدم لبن لبدود أفرتن الموضوع من لبا أيها لسين شيس موياني شيس بهجو شيس كلجي بودا شيء مركا وحا حير كاهاي قبضة إنك على مطانتا إنك لو مهري قبضة كلا مطانتا أنا كلا مهري إلا وح كلو قل كلو قرص دا ما تشين يا هاي مركا وحا للي هي قابيل قبضة إلا دالة سيبا قروح بنايت قبضة هابي إلا دالة تينا والله قروح بنا marka nabi ilaah aadam baa yiri gabadhan qaabil la dhalatay baan haabil u goorin wuxuu aabaha u goorin gabadhan ila dhalatay baan anuu jeclahay ha u goorin aadam baa wuxuu qurbaan keenay marka qurbaanka markii la aqbalo naar baa cunay markii la aqbali wayna naarti baan cunayne qurbaan keenu yiri leedin kala xukumo qaabil beereley buu ahaayo sabuulo koox u keenay oo kuwa xun xun ah u soo ku ugu fmiyaal ila kuwa yar yarka ama kuwaas soo keenay ee habilna wuxuu keenay wan weyn buu keenay adigu lahayo wan weyn buu keenay naarti markay timid bay wankii cuntay ninkaas la aqbalay meeshu qaabil xukunka ka qaadan laha yuu yidii wallahi waan ku dili mar hadaan sidan iga fadli badnaatay waan ku dili buu markaas jawaabti uu celiye waatan watlu kudul aqri alehim dadka dushooda naba abni aadama aadam labadiisi wiil warkoodi بالحق فن حاله كلها يهربا إذ وقت قرباء قربانية قربان الصدقة فتقبل الله أقبل من حد ما متكو قربانك إن لقوك الحكومة الربيع قبلها كوك لجورسدان هابيل با قربانك يصير لأقبلي أوانها ولم يتقبل الله ما أقبل من الآخر كي كله ومسجأها أما حرورها قال إنك وحوري جوابتي وحوري مر هذا سيدا ليقفض بالناسي وإذا شوق مين لا أقتل أنك وأن كديلي بوج وأن كديلي أقول وتوكيد بول بقلي قال وحول إنما يتقبل الله إلهي وحكا أقبل من المتقين كوا متقين تا مرك التقوى ذي دي الإيمان كي قال الله إيجا أقبله أنا وحنا كاني معها بعد كديلي مركا لا إن بتصطع تصوف دي صو إلهي حاجة إيجا يدك جعان تا لتقتلني إن أديشو aad gacanta ii soo fidiso ma ana anigu mihi bibaasid ku fidinaya yadii labadeeda gamcood ilay ka xagaaga yaqtulka inaan ku dilo darteed anu gacmahayga kugu soo taajmahay waan isdiibaya inni anigu akhafu allah allan ka baqaya rabbal caalamiin aha wiil yahu uu isdiibay haalu haabil uu isdiibay haddii aad gacanta igu soo taagto anu iska ka cilmihay gacanta kugu soo taagmahay ha uu isdiibay marka نبي الله محمد القاتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول هما في النار بالين مر كم بدو كعرر ياي هابيل مدو كعرر إنه كود دالو إنه سجد دلو إسكعلي ومر كله بدي بقول النار بين غنايا مر كوي سديبيا عثمان بن عفان رضي الله عنه مر كي نمن في خواري سهر رياي أبو هريرة يرجع كم بديهين ياي إذا أنكو أنكو كالمين wuxuu fidan aniga iga bilaaban mayse alqatilu maqtul fi nar balid iska jooga buu ku yidhi marka wuxuu ka cararay haabil alqatilu maqtul fi nar buu ka cararay oo waa kay nabiga waydiyeen oo maxay ka wax dilay la garay kan wuxuu naarta ku matay uu ku dadaalayay buu dadaalkaas uu diidan yahay marka haabil wuxuu dhilay in basata hadaad fidiso ilay ani xaqayga yadka gacantaada li taqtulani inaad idisho ma ana anigu mihi bi basidin ku fidinaya yadiya labadeeda gamcod ilay ka xagaaga la aqtulaka ina ku dilo darteed gacanta saa kuugu soo taagmay inni anigu akhafu allah baan ka baqri rabbal alamin oo ina ku dilo ku dadaalimahay inni anigu uriidu waxaan doonaya an tabo ay inaad qaadato la noqoto bi ismi dambigayga iyo ismika dambigaaga oo fatakuuna aad ahaato min ashaabin naari naarta ashaabteeda wadaalka sidaas naarta ina إذا أظلمين الظالمين تعبان كذا وحار ربابودي اسمك أي اسمك هذا
تفسيرك أوقف يعني وهو اسم جايجا يعني اسم قتلي دل كي يدم بجيسة يدم بجاجي كلي عادي جاها لبده من أتغاضته ساسن ربابو وذلك أتكد على إنادي ذيشة ساسن دوني أهل النار رقته مركب ما هو دوني أهل النار إنه نقضة معناه ولا يوحنا كول الدجال لمينين تينا أهل النار بات هاي أذوق كراعي ما هي مركب ساس وقت شيء لا مركب ما أهل النار رقته وحيرين إني أنا أريد وحان دوني أن تبوء إن الله نقط باسمي اسم جاي جمر كادي دشوا يو اسمي كدم بجاي عادي جها أو فتكون هذا هاتو إن أصحاب النار الناس أصحاب هذا صاحب بها عربي قال لي نقفكم ملازم كشيء يقول لازمه وذلك سيد أسول الجزاء الظالمين كوا الظالمين تقبل كذي وين فضوعت وأنا دي ولالكي ميل ضوعت وحي أقر حسي له استجد نفسه النفتيسي قتل أخيه ولالك دلكيس فقتله ودلي فأصبح وحو أهادي من الخاسرين كو خاسرين تو كمن نغضي مركا واقصة حديث ما أهي وحال ليه سيو دلو قرنواي اللي واي أرق ما هينو البح ما أهين شايدان باشن برميشان انتو سواقب سين مضح نقا حكا قرفتين استجد انتو وذات كو أتشي فأوتغي يقول لك أحمد حكا يالي واقصة هادنا لكن ودلي كسوقا ها وحنا قد تعالوا قمالي فضوعد وحي أقر حسين له إساق نفسه النفتيسي قتل أخيه ولالك دلكيس فقتله دليو فأصبحوا حكم النقض من الخاسرين كو خسارة وأنه ولالك دل شيطان أول من جحد أمر الله قف عاصي أمر كالتي وهر يوي شيطان وحانا كو كلف حاسد نمو يكبر لبداسا كو كلفين قابيل نوا قف وحد له قفتي وجوه الرئي وحسدني ما يسوون وحد ودي له يعني وحسدني ما يضقني ما الله بده صار يسوق دار متي فبعث الله الله ترى غرابا تكي يبعث بارا في الأرض دول كقضا يبارا ليريه إنه تصيه تكهاسي قابيل كيف يواري سدوا أسطره سوء أخيه ولا لك بختيس قالوا حلو يا أبو إيلتي يا ويلتها طلعي أعجز ما هو حنكري وايا أنك أعجزين أنا كون إنا أنا هذا مثل هذا القراب تكانو قالي أفواريا أن أسر سوء تأخي ولا بيتكيس وحال ليه يدن واقشة تكيه بأيمن ولا كيس إسكو قبصدين سوء مركة تنكو كوة دابال ليه أولي إنتو كوري دي مركة على كل حال قولي وحيلي سند بوه دي قال لي إن بدن بودن إن ودن وكسو قاد مدوسي واسع وقرن واي كسو قاد لما توكا أكتي سيسكو ليسو مدبا مدي لي توكيه إنتو ماشن بار باري يوكو آسي مركاسو يطلعي مساسا قرن واي هذا بوكو أكدي لي توكيه وحاوي واس كسورة قال إنو توكاها سي توكاها كالدي لي توكيه وحوتو سيسا إذا وحلو آسو فبعث الله الله ديري قرابا توكي يبحث بارا في الأرض دولك بارا يقضي ليريه إنه تصيه تكها سقابيل كيف يواري سوء أخيه ولكن ميت كيسا سوى أسطره قال وحرياء ويلتا الله طلعي أعجز محان كعجزهم قرنواي أنا كون إنا أنا حاضر مثل هذا القرابي تكها نوكالي وفأواري أن أسطره سوء أخيه ولكن ميت كيسا فأصبح وحوء هذا إنكي قابيل من النادمين هو قوم موضح مركا قوم مضى أو قوم مضى توكان معها ديلك ما قوم مونن إما يتكن ودش كوه ذي سوى سوء جرن واي يقوم مضى إما ده دير ودي فأصبح وحوا هذا من النادمين كوا قوم مضى وكمل هاي قوم ما يسان من أجل ذلك أبو ألي من أجل ذلك ديلك قدر هذا أدرتي يا كتبنا أجو واجبني على بني إسرائيل في بني إسرائيل أنه حالي ثاني من قتل قفتي دل نفس النف بغير نفس النف نف ودلي درتي لأنتين أو فساد فساد لأنت في الأرض ذلك أو فسادي أو شركه كمدي هاي فكأنما قتل إسقو دلي وي أن صدتك جميعا دمان ومن أحياها قفك إنه لا يبت بادية نف ودلي لها بت بادية أما الذي لها بت بادية فكأنما أحياها إسقو إنه لا أن صدتك جميعا دمان الله وحول السيدة درتين دلك قدر هذا أدرت إقابيل سمائي يا ربنا إسرائيل حلو واجبي
qofkii hal nafad dila inuu la dambi yahay dadka oo dhan isagoo lahayn marka tafsiir fara badan bay galiyaan waxaanu ka soo qaadanayna uu la dambi yahay qofkaru haduu ku dhigsado inuu ruuxan gardaran ku dilay dadka kale haddii wax ka celinaya ma jiro iyagana uu leen karaa way baabeyn karaa qofkii qof badbaadiyan oo dilla dil ilaa badbaadiyan ama isagoo badbaadiyana dadka oo dhan oo nooleeyay buu kamid yahayo waahid kamida min annas mar hadduu saa u galay dadkaana haduu u heli karo uu wada badbaadin laa way tafsiirkaas ayuu fiican yahay min ajli dalika dilka gartarada dartii yaanu katabna ugu waajibnay cala bani israa'iil ee bani israa'iil annahu sha'niga jira inuu yahay man qatala qofkii dila nafsa naf bighayri nafsin naf la'aanteed u dila naf u dilay la'aanteed u dila aw fasad fasad la'aanu dila fil ardi fasadiyay oo shirku kamid yahay fasadka fa kaannama qatala wa isagoo dilay annas dadka jamee'an dhamaan oo haduu qofkan ba ku dhiisaday inuu dadka kale dilo wax ka iga ma jiro uma naxyaaha qofkii naf nooleeya fa kaannama xiyaa wa isagoo nooleeyay annas dadka jamee'an dhamaan oo haduu tabartiisi ay noqotay qofka inuu badbaadiyo dadka kale oo dhan inay badbaadaan buu jecel yahay walaqad ja'adhum way u timid dadka iyaga ah reer bani israa'iil rusulana rusushayadii baa u timid bil bayinaat xujooyin cad cad bay ula yimaadeen ثم إن كثيرا إن بدن أو من فريب إسرائيل كمده بعد ذلك إن تاكد في الأرض دولك بحديثة لم يصرفون ويكوحد قدبين رسول فربدن يا ريب إسرائيل اتمد يقو أمر كان لسيي فساد بدن بي سمايان دولك يكو سمايان بالمتر رسوش ريب إسرائيل وي بدن يهين وعدتك أغن بين بدن أغن نصر كن أو كالك سوقات أنبياء دوضا مركا إنت بدن توريد بي وحكو حكومة شرين marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay rusul fara badan baan u diray iyagoo rusul loo diray hadana ifsaad ka bixi waayeen waa eed la saaray way walaqad ja'adhum sabban israa'il waxa u timid rusuluna rusushayadi bil bayinati hujoyin arad oo xaq ah oo diina thumma inna katheeran in badan oo minhum iyaga kamidi ba'da dhalika inta kadib la musrifuna way ku xad gudbeen fil ardi dhulka dhexdiisa إنما جزاء الذين ما شن قصد عذي أو إن قدر كأن كبر وبرع دوا حلو يقامه برع دسيد الله رم عملون لها إيه بالمثل عذين مثلا يرك قادم جهاد كوه حلو إذا ضد بس يحنو فصيرة جهاد ما شن كور لا مؤكتاي تقال له ذي كذا جهاد يو برع يقبيل وانتهى jihad kuwa in gaala ay yihiin waxa lagu duulayaa gaala iyagu doonaya inay ku qabsadaan weeyo jihadku haddii aan jihadka gaala la jihadeynin la jihadka lama jiro fitnana waa midan hada jabadan la sheegay ee meelahan kuwan qoladan shabaab iyo lagu sheego waa fitna fitna diiniya weeyo taa jihad ma waa fitna diiniya dad islaam hoode islaaynaya dagaalka qabiilkuna waa taa la sheegay suuratul hujurat lagu sheegayo waa la dhexdhexaadin kan marka waa dagaalkii budhcada weey sida loo galay Allah wuxuu leeyahay inama jazaa'u alladiina kuwa abaalkoodu waxa weeye yuxaaribuna Allah alla la dagaalamay wa rasuuluhu rasuulkiisa la dagaalamay wa yas'una su'ud fil ardi dulka dhexdiisa fasaadan wa xabiis la su'uday an yuqtalu illa laayo aw yusallabu la wado dulka la wado la daldalo aw tuqadaa aydihim gacmahooda la jarjaro iyo arjulahum lugahooda in khilaafin si istaba mara lagu jarjaro يفوه لغا مسافريه من الأرض دولك لغا مسافريه ألي رسولك إلا الدقال من معنى يدو حوى يقفك إسلام كي أون نبضع مركو الدقال إيقال لا سكو قاضو ألي رسولك بول الدقال من داد كي أون نبضع مسلمين واحد به دحسير مقال لا سكا دحك عيي سيدت قويو سميي لونتا أقوانا كان يددك وحكو عنان وحوى يواقنع سيقى يوحي لمدا سيدت قويو سميي مركا abaalkoodu waa sidaa marka culimadu waxay yiraahdeen haduu qofku wax dilo waxna dhaco waana la dili waana la salbin salbintu waa dhulka intisaal loo goglo lagu qoqotomay sidii fircoon oo kale haduu waxna dilo waxna dhaawayn waxa la isugu dari labadaas la isugu dari hadii uu dil kaliya geysto una wax dhicin waa la dili kaliya hadii uu wax dhaco aanu wax dilin gacmaha iyo lugaha isdaba mar loo goyn haduu argagixiyo sameeyuna waxna dilo waxna dhicin ولا مسافرين، بركم مسافرين تاسع علمته وحيليهن
inta loo yeero la kaxeyn maayo la musaafirin maayo waa la raadsan oo waa la dalbi si wadanka uga baxo saas la leeyahay inama jazaa'u alladheena ku yabaalkoodu waxa way xaribuna allah wa hada sida jirta hada bariga soomaaliya qalala suu ka dhacay sidad gooyadii dhacdamiyad ugu waxa weeye wadada anigu marmar xabar ku noqday moogtahay wadada marka la qaado jawhar laga tago magaalada halka ku taala yaa nin baabuur wata yaa lagu qabtay wuxuu yiri war lacagta ma haya iga daaya waxa la yiri ninka meesha jooga waa nin meedho la dilay ninka meesha joogintaa u tagso kasoo idan qaaday ku yiraahdo ninkii uu meedho u yimid wixii dhacay ma wax cusub ah wax dib loo inama jazaa'u alladheena ku yabaalkoodu waxa weeye yuxaaribuna allah alla la dagaalamay wa rasuuluhu rasuulkiisa la dagaalamo islaamka qalalaasa ku kiciyay ويسعون السعود في الأرض دولك دحليسة فسادا وحبيس أن يقتلوا إلا الله أو ليصلبوا الله ورد دولك الله ورد وهدو وحدي لك لينا وانا لديلئون هدو وحنا ديلا وحنا دعانا وانا لديلا وانا لصالبين أو تقدع لقو قويو أيديهم كعمه دي وارجلهم لقوه هذا من خلاف إسلاب مد لقو قويو وهدو حول دعون لكن أنا وحبد دلين أو يفول مسافريو من الأرض دولك لقى مسافريو oo la raadsado si uu dhulka uga qararo ee inta la soo qabto orod meesha tag la dhimaayo dalika kaasi lahum waxa uu sugnaaday khizun dulli dalika arrinka isaga ay sameeyeen lahum waxa uu sugnaaday khizun dulli fi dunyada dunyada wada gacmihii baa laga jarjari waa la dili waa dulli adduunka walahum waxa uu sugnaaday fil aakhirati aakhirana adab al-adab alimun wa dadka fataaniinta ee burcada ee dadka wadooyinka u joogsada dayna wax sharci inoo fuliyo hada ma hayn laakin dibaatadaas ha u taalo allah ba ka goyntoona way dalika ciqaabta ku dhacday lahum waxa uu sugnaaday ciqaabta darteed khizun dulli fi dunyada waa la leen waa la xabaasi walahum waxa uu sugnaaday fil aakhirati aakhirana adabun adab aliimun way illa alladina taabu ila tawbati siba furan illa alladina kuwa mooyay taabu tooba keenay min qabli an taqdiru inta idan gacanta ku dhigin calayhim tusooda awoodin min qabil aan taqdiru inta idan awoodin calayhim tusooda idan qabanin fa'lamu ugaada anna allah alle qafurun rahimun kadhaafo oo raxmad leh qofka intuu budhacad noqdo isagoo wali gacanta lagu dhigin isa soo dhiibay qofkaas oo toobo keena waa sax weyn oo toobo keena inta wali gacanta lagu dhigin marka laba xukun ba meesha laga sheegayo qoliyo waxay leeyihiin haduu toobo keena isa soo dhiibay haqi Allah iyo haqi bani aadam kaba waa laga dhaafay oo lagu male laakiin sida saxdi waxa weey wixii bani aadam lahaa lagu dhaafi maayo waa laga goyn haddi bani aadam lahaa taaloon baa laga saamixay oo wixii Allah ku lahaa baa laga saamixay oo uu toobo keenay laakiin haddi bani aadam ku lahaa duu xoola dhacay haduu xoola dilay waa laga goynayaa wan illa alladina kuwa mooyay taabu toobo keenay min qabli an taqdiru intaydan awoodin alayhim tusoodo idan gacanta ku dhigin فاعلموا أجادا أن الله ألا غفور كذافو يرحم الحريصة يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيجي اتقوا الله ألا كبقى وابتغوا طلب إليه إلى الله الوسيلة حركسي قدلما وسيلة وحال إلى الغر على شيء أشيء كجادو شيء بعد شيء أسمري أتكو جاري إلهي وسيلة قدلما عمل صالح إيمان ألا قدلما وجاهدوا تجعلما في سبيله ألا جد كيس قدلما لعلكم تفلحون سئد أقول ليس تان wasiilada waa tawassulka wax loo yaqaan way waxaan u maleeynaa quraanka laba meelad oo wasiilada ku jirta ayuhum aqrabu wasiilata masuratu al-israa waan u maleeynaa tawassulka in yar hadaan ka hadal tawassulka dambigaaga oo qirato yaad allah ugu tawassuli kartaa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin waxaad allah ugu tawassuli ibaadada ilaahu dartaaban u tukada ii garga وحد الله توصلي أسماء الحسنى فلله الأسماء الحسنى فتوه بها وحد الله توصلي قف صالح ومؤمن وكل شيء يدعي يدعو توصلي وحد الله توصلي وحيط أعداد أردن انت أصدر واتكو توصلي توصل كهذا دبك بدن وحوي قف دنتاي الله توصله إيا قف كام قن أن كل هذا إن الله توصله إله بجاهه بالبنك وبره توصل كاسوا خطر أقوم حديث موضوع أي قولة سمي قولة التوسل شاء سميينه نبي قال يلي توسلوا بجاهي موضوعي ومختلط حديث كاسوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أباري لعضي
markaas uu yiri ilaahay baligi nabigu joogay nabigaan kugu tawasuli jiray noo la bari jiray hada adeerkiisan abbaas ay ag taagan dan kugu tawasulay buu abbaas muxuu sameeyay gacmuhu taagta ilaahay oo ka aanay roobti baa sidii lagu hal macnaha waxaan ka wadnaa tawasul nin maqan iyo nin dhintay lagu ma tawasul karo magno aadaada ku tawasul asmaul husna ku tawasul dambigaagu aad qidata ku tawasul dhaafigaagu aad muujiso ku tawasul waxa weeye alla intaas oo dhan buu alla kugu gargaari way laakiin ruux dhintay iyo ruux maqan lagu ma tawasul karo abadan ya ayyuhalladina amanu mu'minin tiyay ittaqullaha alla ka baqa wabtaqu talba ilayhi ilallahi alwasiilata xadhigsi ku dalba xadhigsi waa maxay quraanka kariimkaad xadhigsano alla kugu dhaweynay salaada aad tukanaysaa alla ugu dhawaani mu'miniinta aad u gargaari baad alla ugu dhawaani xadhigsi weey wajahidu dagaalam fi sabiilihi alla darti u dagaalama lacalakum tuflixuuna si aad u guulaysataan ina alladiina kuwa kafaruu gaaloobay low ana lahum hadduu u sugnaan lahaa maa fil ardi ardada wax ku sugan jamiican dhammaan iyo mislahu ardada waxa ku sugan masaalki oo macahu miciisa liyaftaduu bihi inay isku furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa cadaabkiisa maa tuqubila minhum laga aqbali maayo walahum waxa u sugnaada cadaabin cadaab alimu noqon wax ka dhib yar buuga haystay markuu noola adduunka joogay laa ilaaha illa allah muxamedu rasuulullah bas intaasaa ku filaydiyo inuu ilaahay awaamirtiisa qaataa ku filayd wax kaleba lagama rabin qiyaamaha markii la tago wax ardada joogo oo hanti ah iyo laba laabkeed laga aqbali maayo wax fidyo laga aqbali maayo way u dhamaatay way waa inta gorgortan ku jiro waa intaad adduunka joogto eed alle caabudaysa ee alle baryaysa ee aad cadaabka ka baqayso waa intaad adduunka joogto qiyaamaha wax laga aqbali maayo adduunka maxaa laga aqbali salaadii soonkii zakadii muuminiinta aad u gargaarto runtii ood sheegto shaqadaadii ood ilaahay darti u qabsato ina alladiina kuwa kafaruu gaaloobay لو أن اللهم هدوء السقنادي ما في الأرض أرضا وحكو سقنادي جميعا دمان إيو مثلو إساوه كالي أو معه وحا نولك كسقن معيسا ليفتدوا به إلى إسكفرتان من عذاب يوم القيامة غامه يوم كيسا عذاب كيسا ما تقبل منهم لقب أقبل ماي ولهم حاو سقنادي عذاب العذاب أليم وإليم الحنوجية عذاب كي ويقال المركة قلدي في ديدين لا أقبلوا يريدون وحيدونيا مركي عذاب كالقالين أن يخرجوا إنه كبحان من النار الناس وما هم يقولوا ما هم بخارجين قوة كبحكرة منها حقا مر الله ويسوكري نارسها سوكري مر كي ميل كورتين يا مقامع من حديد للدع بركاسي هوس أدان أدامي والقرب يسوكي والدباء اللوء علي إنه كبحان الصورة قال ما هو مر كي بدك لديبكو تشوكو حوي تركو هذا مر كو تركو قبتو ترك الله صدي كلما نجد جلودهم بدل جلودا غيرها تلك الله سبحانه يريدون وحي ربان أن يخرجوا إني كبحان من النار النار تكبحان وما هم إيقون بخارجين كوا كبحماها من النار تعقيدا ولهم محاوسوا من هذه عذاب العذاب مقيم الدائم هو تشوكتاه وول قد أن لك لقوينين برد قفك قال لي هاي عذاب كيسوا تشوكتاوين مؤمن ما قفك كل إن تهديب عذابك لقيه لحلبوا نقولوا إنتوا عذاب كتر حتى دريم ما هي عذابتي والله قصوا بحنا يا وي والله سبحانه وتعالى.